عليكم فاميلا، مرحبا بكم في فيديو جديد مع اخوكم جمال الفا. ايها الطيبون والطيبات، خواتاتي الغزالات، اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد مره اخرى. هذا الفيديو الاخوه اللي كيشاهدونا اول مره، اهلا ومرحبا بكم. لو تدخلوا عائله جمال الفا، ما عليكم سوى الضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو مكتوب فيه اشتراك او سبسكرايب او صابوني. اليوم عندنا تحدي خواتاتنا الغزالات، تحدي للطيبات في القناة. هي ثلاث أسئلة غادي نوجهوها، كتكون موجهة يعني غنوجهوها لأي وحدة كتشاهد الفيديو. إذا تمكنتي من الإجابة ديالهم بشكل صحيح، تأكدي أنك من أسعد النساء. لذا سأظن بأن الأغلبية لن يستطيع الإجابة عن هذه الأسئلة بشكل صحيح. سيكولوجية المرأة تختلف عن سيكولوجية الرجل في عديد من الجوانب، وبحسب تصريحات الخبراء النفسيون فإن هذا الاختلاف يظهر جليا في محفزات السعادة لدى كلا الجنسين. فمفهوم السعادة لدى المرأة دائما الإخوان وعادة، يعني ما نقولش أنا عادة، دائما يرتبط بالشريك أو العمل أو السفر أو غيرها. ما تقولوش لي كتخرجوا على الثلاثة. السعادة عندك يا إما تزوجي بحبيب القلب أو راجل اللي مزيان وزوين، تكوني خدامة وتسافري، كاين شي حاجة أخرى؟ ها؟ كاين شي حاجة أخرى؟ مكاينش. المهم كمل. وفيما يلي غنقولو ثلاث أسئلة تلخص هذه المحفزات، إذ أن النجاح في الإجابة عنها تعكس سعادة المرأة سيكولوجيا، يعني كنهضرو سيكولوجيا بغض النظر عن أي عوامل أخرى. اول سؤال، جيبوا ورقه وستيلو البنات، يلا نوض ورقه وستيلو. اول سؤال، ما هو شغفك وهدفك في الحياه؟ انا كنتسنى سير. معرفه ميولك وشغفك واهدافك في الحياه هو عنصر مهم واساسي في اسعادك وتطوير حياتك وتامين الراحه النفسيه. علماء النفس يقولوا ان الانسان اللي كيفيق كل صباح وهو عارف شنو خاصو يدير، وعارف يعني وهو يعرف يعني وهو يعرف ماذا يريد، غالبا يكون اسعد من غيره، خصوصا النساء. فالمراه ترتبط سعادتها بشكل مباشر مع شعورها بالرضا، والرضا لا ياتي الا بمخططات واهداف لتعطي معنى للحياه. يعني ضروري خاصك ديري واحد المخطط الحياه ديالك. انا شنو بغيت ندير؟ انا فين بغيت نوصل؟ انا ملي نفيق الصباح ها شنو خاصني ندير؟ اشنو خاصني ندير؟ ماشي تنوضي تقولوا خرجوا لنا بساعة جديدة. ثاني سؤال لأغلبية غادي وحلو فيه، كم من مرة تبتسمين كل يوم؟ شحال من مرة كتبتسمي في النهار؟ عرفتي اللي قلت لكم العدد المحدد باش تباني بلي راكي انت فرحانة. وين غادي تكونوا دابا جاوبتوا؟ كنتمنى انه العدد يكون فوق من 10 لفوق من 20 مرة يعني ابتسمتي. الابتسامة هي العمود الفقري للسعادة، يعني ما نافقوش راسنا، فهي تمد الجسم الإنسان بالطاقة الإيجابية وتشجعه على الانطلاق في مغامراته اليومية بدون توتر أو ضغط نفسي. المعدل الطبيعي اللي قلت لكم عليه الذي يجب أن تبتسم فيه النساء كل يوم، عرفتوا شحال جمال؟ هو 62 مرة. جلست قبيلة جالس كنحسب، ما عرفت شحال، قيلا وصلت دابا شي 7 8، شحال دابا الساعه؟ 5:30. مازال بلي غنبقى نموت على الضحك. المهم هي 62 مره. واش كتضحكوا 62 مره في النهار؟ غادي تكونوا قيدتوا جواب. هذا هو المعدل قال لك الطبيعي اللي خاص البنت تبتسم فيه، المراه تبتسم فيه في النهار. ما تقولوش لي الراجل وكذا وهذه، لا، ثاني خاصك تخدمي على راسك انت، ماشي الراجل تسناي الراجل هو اللي يجي يضحكك، لا الراجل هو اللي يجي يوكلك، الراجل هو اللي يجي يصرف عليك، الراجل لا، خدموا حتى شويه، لا تخدموا حتى نتوما شويه على راسكم. انا خرجوني، يعني كلما كانت الاجابه كنتمنى انها تكون قريبه من هذا الرقم تدل على سعاده المراه والعكس صحيح. ثالث سؤال، هل تعتبرين نفسك غير متشائمه؟ التشاؤم هو حاله نفسيه تقوم على الياس والنظر الى الامور من وجهه سيئه. انا نقول لك تكون متشائم شنو غادي يوقع، والاعتقاد ان كل شيء يسير على ما يعني على غير ما يرام، وعكسه هو التفاؤل. يعني ماشي كتفائلوا، انتم كتقولوا الامور ما غاداش كيف ما بغيت، الامور غادا العكوس
مشاكل مصائب. على غرار ذلك أكد علماء النفس من فنلندا أن تشاؤم المرأة يعد سببا رئيسيا في انخفاض معدل سعادتها في الحياة، وقد يكون سببا هاما كيف ما قلت لكم من أسباب وفاتها المبكر. الله يستر، راني عرفتكم ما تقولوا دابا الله يستر الله يستر، وإن التشاؤم بالفعل يكون سبب من أسباب الموت المبكر، شأنه شأن بعض الأمراض المزمنة كالسكري. يعني المرأة المتشائمة راه بحالها بحال الناس اللي مرضين الله يشافيهم بالسكر. لذا ينصح الخبراء بضرورة تغيير هذا النمط بكل وسائل الممكنة. فالتفاؤل والنظر للحياة بإيجابية والابتسام والسعادة والفرح يكفل للمرأة حياة هنيئة وفرحة ومشرقة، بينما العكس صحيح. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، كنتمنى انكم تكونوا دوزتوا التست بخير وعلى خير، كنتمنى انه على الاقل يكونوا الناس يعني يجاوبوا على هذه الاسئله بطريقه اللي هي صحيحه، طريقه اللي زوينه كتظهر بانهم عايشين سعاده وبخير. وكنتمنى انه الا كنتوا استفدتوا من الفيديو ما تبخلوش عليا بزاف الجيم، حيت الجيم كتشجعني باش ندير فيديوهات. نتلاقاو غدا ضروري في فيديو جديد، عاوتاني راه يوم كل نهار فيديوهات جداد. احبكم، كنبغيكم بزاف، وليت دابا بحال صحاب القنوات. المهم نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، السلام عليكم. खुद से अलग करके रख लूंगा तुझको मैं हग करके। I wanna see you मैं तेरा ना